حروب، أزمات، هزات أمنية واقتصادية، هيدا حال المواطن اللبناني من يوم نشوء لبنان لليوم. لبنان بلد متنوع طائفياً وثقافياً، هيدا الأمر دايماً نحن اعتبرناه ميزة للبنان، ولكن هيدي الميزة بسبب سوء إدارتها عم تتحول لأداة تعطيل لنظامنا السياسي ولحياتنا السياسية بهذا البلد. اليوم النظام الطائفي اللبناني حول لبنان لمجموعات طائفية، نحن ما بنقدر نحصل على حقوقنا السياسية والمدنية إلا عبر هيدي المجموعات. ما في يتوظف، ما في ينتخب، ما في يترشح إلا بوصفي كشخص طائفي ضمن الوطن اللبناني. هذا الأمر عزز انتماء الأشخاص لهويتهم الخاصة، هويتهم الطائفية، ودمر انتمائهم للشيء اللي بيجمعنا كلنا، للشيء المشترك اللي هو لبنان. التنوع اللبناني بيقدر يكون مصدر غنى ثقافي لهذا الوطن، ولكن بشرط يضل تحت سقف دولة مدنية لا طائفية. أما إذا ضل بشكله الحالي باب للتقسيم وباب للشرذمة، رح يضل المواطن اللبناني عايش على أعصابه وناطر الأزمة اللي جاي أو ناطر الحرب اللي جاي. 100 سنة مرقوا من الحروب ومن الأزمات ومن الهزات الأمنية والاقتصادية المواطن اللبناني عم بعيشها. كل شيء تغير بلبنان، كل شيء تغير بالإقليم، كل شيء تغير بالعالم، وبعده نظامنا السياسي طائفي. ما صار الوقت نفكر إنه نغير هذا النظام؟